مشاهدي قناة المغربية الأكارم، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى برنامج قناة الصحف، والذي سنحاول من خلاله إبراز ومناقشة أهم ما تداولته الصحافة المغربية هذا الصباح، وإليكم بعض العناوين التي ميزت اليوميات الجزائرية ومع جريدة الخبر التي ركزت عن إطلاق سراح الجنرال حسين بن حديد وكذا مدير قناة الوطن جعفر شلي، وكذلك سجن الصحفي المقيم بلندن محمد تمالت والذي أصدرت المحكمة في حقه سجنا لمدة سنتين، وعنوان جانبي نستطيع أن نقرأ عنوان جانبي ينبئ بتلقي قناة كي بي سي إعذارا للتكيف مع القانون، فيما يكشف عنوان آخر أن مساجين القناة حول أو أن مساجين القناة حول ملفهم إلى محكمة الجنح، مما ينبئ عن اقتراب الإفراج عنهم كما يقول بعض المتابعين. الخبر كشفت كذلك هوية قاتل الشاب أمين الذي تلقى عدة طعنات على مرأة من زوجته وبنته في الطريق، والطريق الرابط بين 14 والبويرة، منطقة 14 الموجودة في ولاية بومرداس، وعنوان قاتل مامين عسكري استعمل حربة بندقية. كما عرجت الخبر حول أحداث أخرى عرفتها ولاية تمنوس بين مواطنين جزائريين ورعايا أفارقة، وعنوان مواجهات عنيفة بين أفارقة وجزائريين بتمنوس، فضيحة فجرتها جريدة الموندو الإسبانية، اتهم فيها نائب عن حزب الأرندي مقرب من أحمد أويحيى بتلقي رشاوى من مسؤولين إسبان لتسهيل صفقات بالجزائر، على رأسها تراموي ورقلة ومشاريع مياه وصحة والتوزيع، كما فيما أنكر البرلماني عمر عليلات من ولاية بجاية كل التهم، ووكل أحد المحامين كذلك المحامين الجزائريين لمتابعة الجريدة الإسبانية قضائيا. الحياة لم تختلف كثيرا مع الخبر، فركزت عن الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد وجعفر شلي مدير قناة الوطن المشمعة، وكذا الحكم على الإعلامي محمد تمات بسنتين سجن، وفضيحة تلقي البرلماني عمر عليلات رشاوى من قبل الإسبان، كما لم تهمل ما سمي بالانقلاب في حركة الإصلاح الوطني حيث تم تعيين جهيد دون ينسي خلفا لغويني، وعنوان حرب حقيقية في حركة الإصلاح الوطني. البلاد تتحدث عن تجاوزات التجار والفلاحين وتحذر من وجود دلاع قاتل في الأسواق، كما أكدت أن التحقيقات دفعت بالدرك الوطني لإتلاف مئات الهكتارات من الطماطم والبطيخ لاحتوائها على مواد سامة، يقول المصدر أن مصدرها مياه ملوثة سقيت بها هذه المحاصيل. البلاد نشرت تصريحات رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والذي دفع عن تعيين عمار غول الوزير الأسبق ضمن قائمة الثلث الرئاسي بعد الانتقادات اللاذعة التي لاحقته، ويقول التطاول على قرارات الرئيس سلوك غير أخلاقي. نحن نتساءل ما دخل الأخلاق في انتقاد تعيين أشخاص مشبوهين. لكوتيديان دوروم، وزيادة عن خبر الإفراج عن الجنرال بن حديد وفضيحة الفساد التي تورطت فيها شركة أو شركات إسبانية في الجزائر، تحدثت عن الناجحين الجدد في البكالوريا والذين تقول الجريدة أن الوزارة ستتكفل بالتسجيلات والتحويلات. لسوار دالجيري تتساءل هي الأخرى عن سبب الإفراج عن الجنرال بن حديد، وعادت أيضا دفاع عادت أيضا حول قضية دفاع بن صالح على الوزير الأسبق عمار غول بعد تعيينه في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة. وفي الجانب الاقتصادي تذكر الأصوات الجزائرية أن صناعة السيارات في الجزائر لا يمكنها أن تكون بديلا اقتصاديا لأنها موجهة أساسا للاستهلاك المحلي. عمود اليوم للكاتب الصحفي سعد بوعقبة والذي يكتبه تحت نقطة نظام في يومية الخبر، والمعنون خياران أحلاهما مر، والذي يعكس الوضعية الهشة التي تعرفها الجزائر في شتى المجالات، ويتنبأ الكاتب بانسداد لن يكون بردا وسلاما
على المواطن والمسؤول الجزائري على حد سواء. إذن لمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلينا أستاذ وشيخ الصحفيين أستاذ سعد بوعقبة من الجزائر. قبل أن نتناول كل هذه المواضيع وبعد الترحيب بك بطبيعة الحال، دعنا نقف عند العمود خياران أحلاهما علقم كما ذكرت أو أحلاهما مر. تقول أن هناك مرحلة انتقالية أخرى ستشهدها الجزائر، لكن بعيدا عن دون السياسيين والمدنيين هذه المرة. ما مقصودك يعني؟ ما هو المقصود؟ أنا لم أفهم. مقصود أن المرحلة الانتقالية السابقة اللي تمت في 92 كان على الأقل موجود هيئات سياسية، أحزاب فائزة في الانتخابات وبقايا نقابة على الأقل ناشطة وعندها قيمة داخل المجتمع العماني، وحركة مدنية شبه ناشئة انبثقت عن دستور 89، وبالتالي استندت إليها المؤسسة العسكرية في إعطاء صورة شبه مدنية للمرحلة الانتقالية تاع 92. لكن الآن الوضع السياسي مسحر تماما، والقطيعة اللي ولات بين الأحزاب اللي تابعة للسلطة والأحزاب والمجتمع المدني في قطيعة أكبر من القطيعة تاع المواطنين مع السلطة. يعني السلطة نفسها مقاطعتها بقطعها الشعب بنفس الدرجة اللي مقاطع الحياة السياسية، وبالتالي فإن المرحلة الانتقالية بصورة واجهة مدنية أصبحت غير مقبولة، وبالتالي ولا الحديث على ممارسة مباشرة للجيش لمهام المرحلة الانتقالية شبه مطلب وطني وشبه أمر واقع لا بد منه. يعني دفع الشعب الجزائري في المرحلة الانتقالية التي ذكرتها في 91 دفع ثمنا غاليا، وأنت تتنبأ بوضع أخطر من ذلك الذي شهدته الجزائر في 91. تقول قلاقل خطيرة، ما نوع هذه الخطورة التي تنتظر الشعب الجزائري الذي دفع ثمن كما قلنا؟ 92 كان على الأقل كاين هناك مؤسسات شبه دستورية موجودة يعني، والمجتمع شبه منظم سياسيا في أحزاب، ولو حتى موقفها من السلطة متباين أو مختلف إلى أنها موجودة وبإمكانها تأثر المجتمع. الآن هذه الأمور اختفت. أيضا الجانب الاقتصادي في 92 كان على الأقل رغم أن المديونية كانت عالية إلى أن الدواليب الاقتصاد لم تكن كارثية كما هي الآن، وأيضا مستوى الفساد ومنسوبه لم يكن بمستوى الموجود حاليا، وبالتالي فإن الأخطار الآن أكبر منها في 92 على الرغم من 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 القلق اللي كانت موجودة، وبالتالي فإن الأخطار الآن في هزة اجتماعية كبيرة في المجتمع قد تتجاوز الأخطار اللي مرت بها البلاد في التسعينات. هذا يدفعنا إلى السؤال، ونطرح نفس السؤال الذي طرحته لسوار دالجيري. تقول كيف تم الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، ولماذا تم الإفراج كذلك على مدير قناة الوطن المشمعة جعفر شلي؟ بالنسبة للجنرال بن حديد يظهر أن الرئيس أو الرئاسة هذه المرة استجابت لنوع ما لفتوى أصدرها فاروق سمطيني باسم المنظمه تاع حقوق الانسان، مراقبه حقوق الانسان اللي اقع وهي منظمه يعني تابعه للسلطه، واصدر فتوى جريئه قال باللي سجنوا سجن احتياطي بالشكل هذا راح مخالف الدستور ومخالف القانون،
وهذا الحديث تم في جريدة الخبر مباشرة. هو ذهب أكثر من هذا قسنطيني، قال أن هذا قانون منع المتقاعدين من الجيش للحديث في السياسة وغير دستوري أصلا، وذهب انتقد حتى القانون هذا. بطبيعة الحال لأن لأول مرة قسنطيني يقوم بجزء من دوره كمنظمة مراقبة لخرق حقوق الإنسان، أدى دوره في هذا الحال. لابد أن نقول للمسلم يحتسب، دائما كنا ننتقده في مواقفه الدائرة للسلطة، ولكن في هذه قام بدوره وقال الحقيقة. وربما هذه الشهادة منه كرجل قانون ورجل حقوق إنسان، حتى ولو كان تابع للسلطة أخذتها السلطة بعين اعتباره. ومن هنا نلح على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدستورية بدورها، فلو كان البرلمان يقوم بدوره في الرقابة والحكومة تقوم بدورها في العمل تاعها، مثلما قام بدوره هذه المنظمة حقوق الإنسان، كان كثير من المشاكل اللي تواجه الحريات العامة والخاصة وتواجه الحياة السياسية كانت لكن أستاذ أبو عقبة، لماذا ننتظر فاروق قسنطيني أن يدلي فتاوى على الرئاسة أو حتى على القضاء، ونحن لدينا دساتير ولدينا قوانين؟ الدستور الأخير يمنع من سجن الصحفيين، واليوم نرى أن مجموعة من الكابسين موجودين في السجن، زيادة على الصحفي محمد تملت الذي يقبع في السجن، الذي حكم بسنتين سجن وعشرين مليون يعني يعني ضريبة عليه. تمام، اكيد كان ضحيه مزدوجه، ضحيه لاجهزه تتطارى في الجزائر كانت تسرب له معلومات عبر اشخاص مشبوهين. لما كان في لندن كان يعطوا له معلومات، كل ما نشره كان فيه تجني على ضحاياه، ولكن كان في حقائق سربت له وتم استغلال الموقع تاعه من خلال اناس نشروا معلومات ليست كلها غلطه ولكن كثير منها صحيح، وبالتالي هو كان ضحيه للتضليل من جهه وضحيه للاستغلال من جهه، ثم ظلل به لما قالوا له ادخل وعندك ضمانات لا تسجن، واللي اعطى ضمانات ليس قادر على يعني تهمه موجهه للبرلمان نعم التهمه موجهه للبرلمان حسن عريبي، هو الذي راسله حسب المعلومات وطمأنه بعدم تعرض السلطات الجزائريه له في حاله دخوله الى الجزائر. هل هذا صحيح؟ صحيح، هذا والدليل على ان هذا الكلام صحيح، ان العريبي هو اول من نشر خبر اعتقاله. يعني بطبيعه الحال هو اللي كان على اتصال به، وهو اللي حاول التوسط بينه وبين رئيس الحكومه. والدليل على ذلك ايضا ان لما تم الاتفاق قبل تقريبا ربع شهر ولا خمسة شهور، تماما توقف عن نقد الوزير الاول عبد الملك فلان في موقعه لمده شهر ولا شهرين قبل ان يقرر العوده الى الجزائر، لكن توقف عن ربما انتقاد الوزير الاول، لكنه تعرض لشخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقه. لكن على الرغم من هذا فان القانون وهذا الدستور الجديد لا يبيح سجن الصحفيين، اليس كذلك؟ القذف الصحفيين محميين بالقانون، ولكن السب والشتم خارج المهنه الصحفيه ليس محل قانون، لان القانون العام او قانون العقوبات يعاقب اي مواطن يشتم مواطن ولا يتكلم له كلاما غير لائق. يعني حقيقه
وهل ينطبق هذا القول على تصريحات بن صالح الأخيرة في الدفاع عن عمار غول حين يقول أن التطول على قرارات الرئيس سلوك غير أخلاقي؟ ربما هؤلاء الذين انتقدوا تعيين الوزير عمار غول في الثلث الرئاسي يعني انتقدوا شخص عمار غول، وربما يقولون كيف للرئيس أن يعين هؤلاء الذين تحوم حولهم شبهات وليس انتقادات لربما صلاحيات الرئيس. ما دخل السلوك الغير أخلاقي هنا؟ بطبيعة الحال العيب ليس في 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 في, في الناس اللي ينتقدوا قرارات الرئيس، وإنما العيب في أن الرئيس يتخذ قرارات قابلة للنقد. كان المفروض الرئيس لا يتورط في تعيين أشخاص في مؤسسة محترمة في مجلس الأمة كما يقول عليها، ولا يتعرض للنقد. المفروض الرئيس يقبو بتعييناته عن الشبهات، وبالتالي لا يعرض قراراته السياسية الكبرى والنموذجية إلى نقد من طرف الناس اللي يقول عليهم بالطالع على غير أخلاقي. وبالمناسبة هل من الأخلاق اللي يتحدث عليها بن صالح أنه يتحدث في قضايا مصيرية يعقب قوانين مصيرية كما قانون توقيف الناس لما يتحدثوا للضباط على الجيش، قانون معاقبة الضباط عن الكلام، يعقبوا بأربعة ولا خمسة من الناس، كل القاعة سارقة فيها أربعة ولا خمسة من الناس، حتى الثلث الرئاسي ما كانوش حاضرين. هل هذا أخلاق في مؤسسة سيادية ثلثها يعينها الرئيس؟ يعني يغيبوا بالجملة والكراسي الفارغة اللي تعقب عبرها هذا الصالح بطريقة لا أخلاقية مثل هذه القوانين. جميل. أخيرا فضيحة رشاوة في إسبانيا، جريدة الموندو الإسبانية تفجر هذه الفضيحة وتتهم بالاسم البرلماني عن الآرن دي عمر عليلات المقرب من يحيى، لكن عمر عليلات ينفي ذلك ويوكل محامي جزائري لمتابعة جريدة الموندو في عقر دارها في إسبانيا. حكاية الوثائق في أخذ المشاريع بالنسبة للأجانب في الجزائر ظاهرة أصبحت عامة، ما هي خاصة بالنواب والوزراء، وكاين حتى ناس عاديين لما نشوفوا واحد كما فريد بجاوي ما عنده حتى علاقة بالسلطة يتوقف بين وزير الطاقة وشركة إيطالية، معنى هذا أن الأمر تاع الوثائق هذه موجودة على نطاق واسع ويمارسوها مسؤولين وغير مسؤولين. الأمر هنا لا يتعلق بسرقة اكتشفت، وإنما يتعلق باكتشاف واحد في المليون على من الممارسات الأخلاقية اللي تم في نشر الصفقات بطريقة هذه. حقيقة ممكن يكون هذا الداعي متورط وممكن يكون غير متورط، ولكن الظاهرة أصبحت عامة في الجزائر. صحيح. شكرا جزيلا أستاذ سعد بوعقبة، كلمتنا من الجزائر. ونتحول بحضراتكم مشاهدي الأفاضل إلى الصحف التونسية. معنا غفران الحسيني، مرحبا بك غفران. أهلا زميلي عادل، أحييك وأحيي كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية صادرة اليوم بالمشهد السياسي التونسي من خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم أمس، والذي تضمن عديد المؤشرات حول متغيرات سياسية ستحصل قريبا في تونس. وكان ذلك من خلال صحيفة المغرب التي تناولت هذا الموضوع تحت عنوان رغم برود الاستقبال في قصر قرطاج البحث عن مخرج مشرف للصيد. كتبت الصحيفة أن الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تختزل الآلاف من العبارات الشارحة لما بلغته علاقة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة. فلقاء هرمي السلطة في قاعة استقبال الضيوف ليس إلا إعلانا صريحا على أن موعد خروج الحبيب الصيد قد حان، ولكن يظل البحث عن إخراج يحفظ للرجل مكانته. الصورة الرئيسية اليوم أمس حسب صحيفة المغرب أتت من صفحة رئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي، وحملت إعلانا عن دخول رئاسة الجمهورية في شبه قطيعة مع رئاسة الحكومة. تفاصيل الصورة
رئيس الدولة يجلس وعلى يمينه رئيس الحكومة في قاعة استقبال الضيوف، صورة نشرها الفريق الإعلامي لرئيس الجمهورية ثواني بعد انطلاق اللقاء. والرسالة التي وجهها الباجي قائد السبسي هي أن وقته قد انتهى حسب الصحيفة، وأنه من الأفضل تقديم استقالة حكومته، وهي رسالة لم تكن بالعبارات وإنما بتجاوز البروتوكولات المعمولة بها في استقبال رئيس الحكومة. ففي لقاءات دورية تتواصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة في مكتبه في أجواء رسمية، إلا أن هذه المرة استقبله في قاعة الضيوف، وهذا ما يجعل من هذه الصورة حاملة لعديد الدلالات السياسية. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق والتي تابعت الأزمة بين المعلمين ووزارة التربية تحت عنوان ثورة المعلمين تهدد العودة المدرسية، حيث تابعت الصحيفة تجمع عدد كبير من المعلمين يوم أمس احتجاجا أمام مقر وزارة التربية، عبروا خلاله على استنكارهم تجاهل مطالبهم من قبل سلطة الإشراف وعدم التزامها بتعهداتها تجاهم. وقد ندد المعلمون المحتجون الذين توافدوا على مقر وزارة التربية من مختلف ولايات الجمهورية، نددوا بما وصفوه الانقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الإشراف والنقابة العامة للتعليم والتجاهل المتعمد لمطالبهم وضرب مصداقية التفاوض. وقد هدد المعلمون بالتصعيد ومواصلة الاحتجاج إلى حين تعديل الوزارة لموقفها تجاه منظوريها، كما هدد المعلمون بتأجيل العودة المدرسية وعدم عودة التلاميذ إلى مقاعدهم في التاريخ الذي تحدده الوزارة، وذلك حتى تتحقق مطالبهم. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح والتي تابعت أزمة تثير الرأي العام في تونس بعد خطبة جمعية يوم العيد خطب فيها الإمام ضد شبكات التسفير في سوريا، إلا أن الوزارة الشؤون الدينية قامت ببعث استجواب لهذا الإمام، وكان ذلك تحت عنوان شبكات التسفير علاقة أنور بيوب بجامع النصر والإمام السابق في تسفيره إلى سوريا، حيث تطرق الشيخ علي غربان الإمام الخطيب بجامع السلام بحي النصر إلى صحيفة الصباح، تحدث عن أخطر الملفات الحارقة ذات العلاقة بالشأن الديني والمسكوت عنها في الأيام الماضية. خطبة جمعية تناول فيها هذا الإمام شبكات التسفير إلى سوريا، إلا أنها أثارت حفيظة وزارة الشؤون الدينية لتتحرك الوزارة بسرعة البرق. وبعد يوم واحد من الخطبة أرسلت استجوابا تطلب منه توضيحا حول ما اعتبره الإمام تقصيرا من الدولة في التصدي لشبكات التسفير. واعتبر الإمام علي غربال أن الرأس الواحد التي تسفر إلى سوريا يناهز ثمنها 10,000 دينار، وهو ما يجعل البعض النكرات والمتاجرين بالدين يتحولون إلى أثرياء بعد أن كانوا حسب رأيه يمتهنون مهنا وضيعة أو يعملون في التهريب وتجارة الخط الموازي عبر شبكات انتعشت بعد الثورة، بما في ذلك تسفير الشباب إلى المناطق التي تعرف أزمات. ختام صحيفة الصريح تابعت ردود أفعال التونسيين وتفاعلهم في نهائي كأس أمم أوروبا تحت عنوان أغلب التونسيين تفاعلوا مع كأس أمم أوروبا وشجعوا البرتغال، وكان ذلك تحت كلمة بارزة الشماتة، حيث كتبت الصحيفة أن التونسيين لا يكرهون فرنسا بالرغم من جرائمها الاستعمارية لثلاثة أرباع قرن ومواقفها العدائية في حرب الجلاء والتي بقيت محفورة في الذاكرة الفردية والجماعية لأبناء شعبنا، ولكنهم لا يحبونها أيضا لأن الحب يتفرد به الوطن دون سواه، لأن بعض الذين باعوا ضمائرهم وتخلوا عن شرف الانتماء والوطنية، ولكن تبقى فرنسا بلدا صديقا تربطنا به مصالح اقتصادية، لأن ذلك لم يمنع التونسيين من تشجيع البرتغال والوقوف إلى جانبها ضد فرنسا في نهائي كأس أممية أوروبا، وهو ما اعتبرته الصحيفة رد فعل تونسي وعربي ضد حملات العنصرية التي تستهدف
يستهدف العرب والمسلمين في أوروبا. فما شهدناه في مقابلة نهائي بطولة أمم أوروبا أكبر وأبلغ من الوصف والتوصيف، كرة أقرب إلى الفن، لاعبون من كرة أخرى، إلا أن هناك روحا للانتماء، وقد لعبت السياسة دورها في تحديد من يناصر من منتخب خلال هذا النهائي، وقد ناصر أغلب العرب البرتغال. هكذا كتبت صحيفة الصريحة وتابعت نهائي كأس كرة القدم. هذا تقريبا ما زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. غفران الحسيني لك منا جزيل الشكر، ونتحول بحضرتكم إلى الصحف المغربية عفوا، ومع زميلنا نبيل عبد اللاوي. أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلي عادل وبجميع السادة المشاهدين. أغلب الصحف المغربية التي صدرت اليوم ما زالت تتابع باهتمام كبير قضية النفايات الإيطالية التي استوردها المغرب، ونبدأ من يومية الاتحاد التي تعنون اتساع دائرة الغضب على حكومة بن كيران بسبب النفايات الإيطالية. فقد عرفت قضية النفايات الإيطالية التي سمحت حكومة بن كيران باستيرادها من إيطاليا رغم خطورتها على الصحة العامة وضررها البالغ بالبيئة تطورات مثيرة. فبعد فضحها من طرف وسائل الإعلام تقول اليومية وكافة وسائل الاتصال وجمع عرائض ضدها، علمت الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية وضعت يدها على الملف وشرعت في مباشرة تحقيق معمق في طبيعة النفايات والطريقة التي دبر بها أمر التصريح بدخولها للمغرب. وكان الوزير المنتدب في الداخلية تكلف بالإجابة أمام أنظار ممثل الأمة في الوقت الذي كانت فيه الوزير حكيم الحيطي خارج المغرب، ولم يجب الوزير الوصي أعمار بدل زميلته. ومن الإجراءات التي جاءت نتيجة الضغط الشعبي قرار الحكومة بوقف استيراد النفايات من بلد من إيطاليا إلى إشعار آخر، وارتفعت أصوات وخرج متظاهرون للشارع وذلك ضد تحويل حاضرة المحيط آسي إلى مطرح للنفايات الإيطالية. نتحول إلى يومية الحركة التي تكتب تخفيض أسعار سلة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة، 139 دواء جديد خفضت أسعارها بقرار من وزارة الصحة حسب ما أعلنه بلاغ صادر عن الوزارة أمس. ويشمل التخفيض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة كالربوي وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية والجهاز الهضمي والأمراض الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول. وبلغ عدد الأدوية التي جرى تخفيضها بالمغرب منذ صدور المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية 2600 دواء. نتحول إلى يومية رسالة الأمة، تخصص الوكالة الوطنية لتقرير المواصلات بالتشاور مع متعاهدي الهاتف المتنقل الثلاثة ببادئات إضافية للهاتف المتنقل من 07 إضافة إلى 06، وذلك بعد أن تجاوز عدد المشتركين في الهاتف النقال بالمغرب 42 مليون مشترك مع نهاية مارس الحالي. وفي ذات اليومية دائما التي تابعت هي الأخرى قضية النفايات، حيث عنونت في صدر صفحتها الأولى الحيطي تتحدى المغاربة وتدافع عن استيراد النفايات الإيطالية. فعلى الرغم من تعالي الأصوات الحقوقية المطالبة بإلغاء صفقة استيراد النفايات الإيطالية، انبرت حكيم الحيطي الوزير المكلف بالبيئة للدفاع عن استيراد 2500 طن من النفايات من إيطاليا، مؤكدة أن هذه الشحنة ليست نفايات بمفهومها الكلاسيكي، بل هي محروقات بديلة مستخلصة من مخلفات عادية، ورفضت تقديم استقالتها في نوتة صحفية نظمت بمقر الوزارة. ختاما في جولتنا الصحفية لهذا اليوم يومية لوماتا، البرلمانيون يسابقون الزمن لتمرير القوانين الانتخابية. فقد شرع أعضاء مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري في دراسة النصوص الانتخابية، ويواجه البرلمانيون ضغوطات زمنية يفرضها اقتراب نهاية الدورة التشريعية الحالية، وهو ما يحتم عليها الإسراع في مناقشة والمصادقة على مشروع القانونين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية. وأمام البرلمان مجلسيه مهلة شهر واحد لتمرير النصوص الانتخابية. هذا إجمالا زميل عادل أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا الصباح. نبيل عبد اللاوي مراسل قناة المغربية من المغرب، شكرا لك. والآن الكاريكاتير.
نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.